يعني في الاقليم ديال الحمنه باش تغرس الهنديه وتكون في ظروف صحيه. البحث الزراعي استنبط 8 ديال الاصناف اللي هي جد مقاومه، وهذا يعني واحد نتيجه ديال البحث اللي هي على الصعيد العالمي، هي كي يشيدوا بها يعني عده مراكز ديال البحث. ضمن المشروعين يتم أيضا إحداث 3 تعاونيات خدماتية لفائدة الشباب وأنشطة مضرة للدخل لصالح النساء، وعدد المستفيدين في الإجمال أزيد من 1780 مستفيد مع قيمة مضافة تقدر ب 114 مليون درهم. في مواجهة تأخر التساقطات المطرية، شعير مدعم للكسابة وأعلاف مركبة مدعمة أيضا موجهة لمربي الماشية والنموذج من سيدي بوعثمان. رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان هناك وتابع عملية تفعيل الدعم. نادية اليوبي. يقبل الفلاحون ومربو المواشي على اقتناء الشعير في جماعة السيد عبد الله بإقليم رحمنا بعدما أعطيت الانطلاقة الفعلية للبرنامج الاستثنائي للحد من تأثير التساقطات المطرية، وهي التفاتة تلقاها الفلاحون في الجماعة بكثير من الارتياح. بغينا هذا الدعم، راه مزيان لايق لينا، تنعلفوا به البهي ورحنا مكرفسين القضية، راه عيانة ما كاين الجفاف، مزيان لينا الدعم. رئيس الحكومة الذي وقف على سير العملية أطلق أيضا عملية تلقيح ومعالجة الماشية ضمن برنامج تقدر كلفته ب 334 مليون درهم. الورش الملكي اللي أعطى الدعم ديالو يعني الفلاحة في إطار صندوق ديال الحسن الثاني، وكنشوفوا بأنه الدعم اللي كيمشي للشعير اللي هو بثلاثة المليار ديال الدرهم من 10 المليار ديال الدرهم اللي مخصصة لهذا البرنامج الكبير. البرنامج الاستثنائي للحد من تأثير التساقطات المطرية برنامج يرتكز على محاور 3، من بينها حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير نذرة المياه. وفي مواجهة هذه المرة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، الحكومة تقرر دعم مهني النقل. قيمة الدعم، من سيستفيد وكيف يمكنه أن يستفيد، أسئلة ستجيب عنها لجنة وزارية شكلت لأجرأة هذا الدعم حفاظا على القدرة الشرائية للمغاربة. مريم أملال. القدرة الشرائية للمواطن أول من يكتوي بنيران ارتفاع أسعار المحروقات وتقلبها على المستوى العالمي، وقطاع النقل أول المتضررين. لتخفيف العبء عليه والحفاظ على استقرار الأسعار، دعم لمهني النقل أعلنت عنه الحكومة يوم أمس واستبشر به المواطنون خيرا. طبعا الحكومة من كتقوم بهذه الإجراءات وبهذه التدابير، فالغاية الأساسية هي نحافظوا على القدرة الشرائية للمواطنين ونحافظوا على الأسعار في مستوى معقول. سمعت هذا الشيء من قبل والنتيجة تكون إيجابية إن شاء الله. نتمنى الله تكون الأسعار طايحة بعد الدعم. هذا الدعم غادي يأثر على 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 القدرة الشرائية ديال المواطن. علاش؟ حيت البضائع غادي تنقص. حيت المازوت ملي كينقص كيكون عنده تأثير على القدرة الشرائية نيشان. دعم مباشر لأرباب النقل ستشرف على أجراءته لجنة بينوزارية سيتم الإعلان عنها قريبا مع رصد الاعتمادات الضرورية لمواكبة مختلف المتدخلين في قطاع النقل. بالنسبة للدعم اللي عطت الحكومة لأرباب النقل، مزيان لهم، لأن السلعة غادي تنخفض تدريجيا في السوق، وإن شاء الله غادي يكون الخير ونتمنوا الخير القدام لأن المواطن مقصح. الحكومة ما كتعطي واحد الدعم بالنسبة لأرباب النقل، راه كتنقص التكلفة، يعني كتفهمتي يعني الأسعار كترجع كيفما كانت شوية، بعدا كتخفض بعدا واحد النسبة، بعدا ماشي بحال اللي كنشوفوا دابا حاليا. دعم إذن سيمكن من تصحيح اختلال التوازن في الأسعار داخل الأسواق العالمية وما له من تأثير على أثمنة نقل البضائع وتنقل المواطنين. طبعا يأتي هذا الدعم الموجه لمهني النقل في سياق دولي يتسم بارتفاع واضح في أسعار المحروقات. هذا الارتفاع مرده الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب في يومها 22، والرئيس الأوكراني زيلينسكي يستنجد بالرئيس الأمريكي جو بايدن. زيلينسكي وجه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي طالبه بمنطقة حظر جوي ومدد عسكري في وقت يشد فيه القصف الروسي على العاصمة كييف.
تستمر الحرب الروسية الأوكرانية. الحرب غيرت كثيرا من ملامح مدن أوكرانية، جامعات أتت عليها الطائرات والصواريخ الروسية. في أوكرانيا كانوا يدرسون نحو 12 ألف طالب يتوزعون على كليات الطب، الصيدلة والهندسة ومعارف علمية أخرى. منهم من عاد إلى المغرب، مصيرهم الدراسي معلق إلى حين. حسن بالربع. بحي حسان يستقبل هذا المكتب المخصص للطلبة بأوروبا عددا من العائدين إلى أرض الوطن، منهم الطلبة الذين توقف تحصيلهم العلمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. مراد السنوسي 22 سنة، من طالب في الطب السنة الثالثة إلى طالب لحل يكفل له تتبع مساره التعليمي. قام علي العام شي 4 مليون، هذيك غير غير الفري ديال سكولاريتي ديال اليونيفرسيتي، ابار الحي الجامعي اللي كتقام عليه الاسباب ديال الفلوس تقريبا حتى المليون، والمعيشه تماك اللي خاصك تانفيستي في راسك وتخلص على راسك تماك الماكله. وحاليا دابا انا ولد القصر الكبير وجاي الرباط، المكتب هنا كنقلب على شي دي سوليسيون. بعض هذه الحلول هو إعادة تسجيل الطلبة بدول لها نفس المنهج الدراسي. مدير المكتب يتواجد ميدانيا لمخاطبة الجامعات البديلة في تخصصات شتى خاصة الطب والهندسة. خضم هذه الأزمة اللي وقع ما بين أوكرانيا وروسيا، كنحاول نشوف الحلول الناجحة لهاد الطلاب باش ما يضيعوش في الدراسة ديالهم. كنحاول نشوف الجامعات الأوروبية اللي عندها نفس البرامج اللي كان غادي عليها الجامعات الأوكرانية، رومانيا، هنغاريا، بلغاريا، بولونيا وتركيا وجورجيا. وشحال ديال الملفات اللي قدرتوا تلقاو لهم حل؟ تقريبا حاليا حنا عندنا دابا ملي درسنا الملفات تقريبا 31 ملف. هذا السيد هو خال لواحد من الطلبة الذين عادوا إلى المغرب من أوكرانيا، ولأن العائد يقيم بالخميسات ينوب عنه خاله في تتبع ملف إمكانية إلحاقه بإحدى الجامعات. الحالة النفسية ديال ولدي الغيرو جميع راه يعني حالة مأزومة. الاباء تاهما راه العائلات كذلك يعني انهم راه يعني ما تصوروش كل القدره ديال التحمل ديال يكون على الجميع راه يعني كيعاني. اضافه على انه الى جينا كل واحد جاي يحسب شحال خسر راه داك الشيء يعني يطال الجميع راه الملايين. من سقف عال من الطموحات للحصول على دبلومات في تخصصات نخبوية إلى سراديب البحث عن بصيص أمل حتى لا يضيع الموسم الدراسي، الوزارة المعنية في المراحل الأخيرة للإحصاء وتصنيف الطلبة العائدين، وهذا ما تقترحه كحل. قلنا من الأول بأنه الحل الأساسي الذي نشتغل عليه هو إدماجهم في الكليات الطب وطب الأسنان ويعني الكليات الوطنية، هذا هو ما نعمل عليه، ما احنا هذا هو الحل. بطبيعة الحال موازاة مع ذلك فالوزارة بصدد يعني اتصال. سيتم إدماجهم هذا الموسم؟ سيتم إدماجهم. لا، واش هذا الموسم ولا غتكون سنة بيضاء هذا العام؟ باش حنا غادي نشوفوا هذه المسألة، ما سابق لأوانيه الآن باش نقول لك واش هذا الموسم ولا السنة. المهم سيتم إدماجهم، هذا هو المهم بالنسبة للحل الأساسي. لحد الآن يصل عدد الطلبة الذين تم إحصاؤهم في التطبيق المخصص لهم أزيد من 7000 طالب. وتتابعون في الشق الثاني من الظهيرة. المؤتمر الوطني لأمراض الكلى في طنجة، ريبورتاج الظهيرة نخصص لمراكز تصفية الدم. ضيف الملف البروفيسور بن يونس رمضاني الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لزراعة الأنسجة والأعضاء البشرية.